السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو فبغيت نشرح لكم كيفاش كنديروا لو كونترول دو كاليتي ديال لو فيراياج ديال ام بوتو باغ اكزومبل. الوغ كما كتشوفوا في الفيديو فهذا واحد البوتو لي سيلندريك يعني سيركيلير يعني داير. اليوم ان شاء الله غادي نقول لكم لي زاستيس كيفاش تقدروا ديروا لو كونترول ديال لا كاليتي ديالو باش ان الخدمه تكون نقيه وكذلك باش ما تلقاوش مشكل مع لي زانتيرفونون اللي كاينين معكم في الشونتي لا البيرو ديتود ولا البيرو دو كونترول ولا كذلك الناس ديال الاركيتكت واللابوراتوار. اول حاجه اللي كان فيريفيوها بالنسبه للو فيراياج فهو اننا خصنا نفيريفيو لو فيراياج في ستوك يعني كي خصنا نشوفو واش هذاك الفيراياج اللي دخل لينا الشونتي واش هو اللي مفاليدين مع البيرو ديتود وكذلك مع لابوراتوار يعني كنفاليدي واحد لو فيش تكنيك في لو ديبار قبل ما نبداو الخدمه. دونك هذاك البرودوي اللي فاليدينا هو اللي كيخصنا نخدمو به وهذاك لو فورنيسور يعني هو اللي كيخص يدخل عندنا الشونتي. الوغ من بعد ما كنفاليديو هذاك لو برودوي اللي دخل عندنا الشونتي فكندوزو للمرحله ديال لابوز ديالو ولا ميزون بلاس ديالو ولاسومبلاج وكذلك ديكوباج ديالو. من بعد يعني فاش كنساليو هادوك لي طاش يعني كنجيو كنحطو سير شونتي في بلاصتو. دونك في هاد الفيديو فغنوريكم كيفاش تكونتروليو فاش تحط يعني كيفاش تجي تشوف لاكاليتي ديالو وتشوفو واش كونفورم داكشي اللي عندك في البلان وداكشي اللي دوموند عليك في البيرو ديتود ولا البيرو دو كونترول. الو اول حاجه اللي كنشوفوها فكنشوفو هاد لي زارماتور هادو يعني هاد لي زارماتور هادو كنشوفوهم اللي هما لي زاتونت اللي طالعين لينا من السوميلات من لي فيت بوطو يعني هما اللي كيخليو لينا ديك لا كونتينيتي ديال لو فيراياج ديالنا يعني كيخص يكون داكشي اللي عطانا البيريديتيد في لي ديتاي ديالو ديال البيتون ارمي يعني خاصو يكون مريسبكت يعني كنهزو الميترو ديالنا وكنعبرو وكنشوفو شحال عندنا في البلون كيخصنا نلقاو سير بلاص. حاجه واحده اخرى يعني كنفيريفيو هاد كنفيريفيو كذلك لي كادر يعني هاد لي كادر اللي في لي بارتي في لا بارتي اللي هي انفيريور في التحت ديال البوطو. كما كنعرفوا ان في التحت ديال البوطو كيكونوا لي كادر متقاربين يعني كتسمى ديك لا زون كريتيك في لو بوطو تيخد البيرو ديتود كيدير لنا الكادرات اللي هما متقاربين. دونك كنمشيو لي ديتاي ديال البيرو ديتود وكنحسبوا لو نومبر دو كادر وكذلك لي سباسمون اللي عطينا وكنشوفوا واش ريسبكتي باغ لونتربريز يعني سواء كنتي مع سيرفيس دو كاليتي ديال لونتربريز ولا بيرو ديتود ولا بيرو دو كونترول فكيخصك تفيريفي هاد الحوايج في الشونتي. ومن بعد ما كنفيريفيو هاد لابارتي كريتيك ديال لو بوطو كنشوفوا كذلك لي بانجل اللي هما هادو هادو سوسون دي بانجل اللي كيجيو لنا لداخل كنفيريفيو لو نومبر ديالهم ولا ديسبوزيسيون ديالهم واش محطوطين كيما عطيهم لنا بيرو ديتود. من بعد ما كنفيريفيو يعني لي كادر كنشوفو لو نومبر ديال الحديد اللي هو فيرتيكال اللي هما هاد الحديدات هادو اللي طالعين يعني هاد الحديدات هادو كنشوفو العدد ديالهم واش هو هداك يعني بارابول لو بلون بيتون ارمي يعني ديما كيخص يكون عندك البلان سيغ بلاص باش تفيريفي المسائل ديالك وتشوف واش مزيان ولا لا. الوغ كتشوف لو نومبر ديالهم يعني العدد ديالهم وكذلك كتشوف التيامتر يعني التيامتر اللي عند اللي عطاك البيرو ديتود في البلون كتشوف واش ريسبكتي واش هو هذاك نيت اللي استعملات لونتربريز فاش كانوا كي فيراي وكيقدوا لو فيراياج ديالهم يعني. وكتشوف كذلك لو نومبر دو كادر في هاد لابارتي اللي جات في الوسط يعني هاد لي كادر هادو كتشوف لو نومبر ديالهم وكتشوف لي سباسمون اللي كاين بين كادر وكادر وكذلك كتشوف التيامتر ديالو واش نفس التيامتر اللي عطانا البيرو ديتود وبيرو دو كونترول يعني كما كنشوفوا يعني في هذا البوطو هذا في لابارتي الوسطانيه لي سباسمون بين لي كادر تيكون كبير. اما في لابارتي اللي هي لتحت وفي لابارتي اللي هي الفوق يعني شفنا الفوق كذلك لي كادر تيكونوا متقاربين. وكنشوفوا كذلك البانجلات ديالنا اللي هما هادو في الوسط هادو هما لي بانجل اللي جاو في الوسط هادو كنشوفوهم واش نفس العدد نفس التيامتر و لي سباسمون كذلك فهما في لي سباسمون كيكونوا غاديين مع لي كادر
ديالنا. وحاجه واحده اخرى كنشوفوا هاد لي زاتاش، هاد لي زاتاش هادو ديال فيل زاتاش واش مديورين في كاع لي كادر ولي بانغلات. وكنشوفوا الحديد ديالنا ياك ما مسطي، ياك ما فيه شي حاجه اللي ما مزياناش، يعني شي اسبي اللي ما مزيانش، يعني خاص يتريفيزا هذاك الفراياج كما كنشوفوا في هاد لي كا هذا. ف كنقدروا يعني نكونتروليو كذلك البلاصه فين غيتحط لينا الكوفراج ديالنا. فهنا الطوبوغرافي يعني عطاك النقطه فين غادي يتحط الكوفراج، يعني خصو يكون مريسبكتي للروباج ديال البيتون، يعني كما كنشوفوا هنا. فهذيك النقطه هي فين غادي يكون لافاس اللي غادي تعطي الحديد من الداخل. وكذا ما كان بالنسبه له في رياج ديال البوطو. نشوفوا دابا بالنسبه نشوفوا من بعد، يعني ما كونترولينا الفراياج ديال البوطو، نشوفوا كيفاش نقدروا نديروا لو كونترول ديال لو كوفراج ديالو. من بعد ما كنحطوا الفراياج نشوفوا الكوفراج كذلك كيفاش نكونتروليه باش ما يوقعوش لنا مشاكل فاش غادي نكوليو البيتون ديالنا. الوغ من بعد ما شفنا لو فراياج ديال لو بوطو، فا كما كتشاهدوا في هذا الفيديو هذا، فهذا لو كوفراج ميتاليك ديال هذاك لو بوطو اللي شفنا ليه الفراياج ديالو. الوغ اول حاجه كنشوفوها كنشوفوا هاد لي ستابيليزاتور، يعني دوك لي ستابيليزاتور واش محطوطين في بلايصهم، واش مزيانين مزيرين، كنشوفوهم واش كاينين. كنشوفوا كذلك لو سيغاج ديالو، يعني الصيار ديالو واش محطوط مزيان، يعني واش مسيري مزيان، محطوطين لي كرو في بلاصتهم والبلاصه اللي خصها تسودا خصها تسودا. وكنشوفوا كذلك في لابارتي انفيريور كيدار واحد لو برودوي ايتونش باش ما يخرجش لنا البيتون من التحت كما كنشوفوا. وكنشوفوا كنعيطوا على لو توبوغراف كيعاود يفيريفي لنا لا بوزيسيون ديال لو بوطو ديالنا واش محطوط في بلاصتو، وكيشوف لنا كذلك لا فيرتيكاليتي. سينو راه لا فيرتيكاليتي نقدر نشوفوها، نقدر نكونتروليوها بسميتو بلو فيل لو فيل بلومب، يعني ميزان الخيط، يعني كنشوفوا واش هذاك الكوفراج واش محطوط فيرتيكال باش ما يطلعش لينا عوج ولا شي حاجه. دونك هادو هما لي بوين لو بلو لي انتيريسون لي ضروري خصنا نشوفوهم. وكذلك خصنا نشوفو واش هذاك المول واش مزيت، يعني واش دارت ليه الزيت ديال التيكوفراج، حيت الا ما درناهاش ليه غادي يوقع لنا مشاكل فمن بعد فاش نبغيو نديرو لو تيكوفراج ديال هذاك البوطو. دونك ملي شفنا هاد لو كونترول كاليتي ديال لو كوفراج، ارا ندوزو دابا نشوفو لاسبي ديال لو بيتون من بعد لو بيتوناج ديال لو بوطو ديالنا. الوغ من بعد ما شفنا لو كوفراج كيفاش نكونترولو الكوفراج، دونك غنديرو لو بيتوناج ديالنا. من بعد لو بيتوناج كنتسناو الوقيته اللي غادي ينشف فيها البيتون مزيان اللي معطيه انا في لا فورميلاسيون ديال لو بيتون سويفون لي بيتون اللي غادي يستعمل. من بعد ما كنديرو التيكوفراج فكنديرو لو كونترول ديال هذاك لو بيتون وداك لو ريزولتا ديالنا ديال لو بيتوناج. وكما كنشوفو هذاك البوطو اللي شفنا في رياج ديالو الكوفراج ديالو، فهذا هو لاسبي ديالو، فكنفيريفيوه مزيان ياك ما فيه شي فيتوراسيون، ياك ما فيه شي سيغريكاسيون. وكذلك كنفيريفيو ليه واش يعني واش فيرتيكال، يعني كنعاودو نطلقو ميزان الخيط كنشوفوه ياك معوج، ياك ما فيه شي ديفو. و يعني كنشوفو نديرو واحد لو كونترول فيزيال، كذلك كنستعملو ميزان الخيط باش نشوفو لا فيرتيكاليتي ديالو. و اهم حاجة يعني لاسبي ديالو، يعني ما تكونش فيه شي سيغريكاسيون بروفوند، خصوصا الا كان شي سيغريكاسيون بروفوند فكيكون عندنا مشكل. اما الا كان عندنا شي سيغريكاسيون اللي هي سيرفاسيك، يعني الفوق، يعني جات الى السطحية، فممكن اننا نتريتيوها بدي برودوي اللي هما شيميك. دونك هذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو هذا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ابوني لاشين وجيم لو فيديو. ولا عندكم شي تساؤل ولا بغيتو ندير لكم شي فيديو يعني على شي موضوع معين فخليه ليا في لي كومونتير. وعلى بركه الله ورسوله الى فيديو قادم ان شاء الله.